أحلى وأشك من لبسة الذهب، كل دراع من دراعاتها لبسة في كيلو غوايش، والخواتم ما تعدش. أم سعيد ملكة اللحمة في وجه بحري كله واتنقلت منه للعالمية. إيه حكاية أم سعيد ملكة اللحمة في مصر وإزاي بقت من أصحاب الملايين؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. أم سعيد الست المكافحة اللي بدأت حياتها من الصفر وبفضل مجهودها وشغلها بقت واحدة من أشهر معلمين اللحمة في مصر. الست اللي قدرت تدخل مجال كان محصور على الرجالة بس، لكنها بفضل مجهوداتها وشطارتها دخلت المجال ونجحت فيه وبقت واحدة من كبارات المجال كمان. أم سعيد بدايتها خالص كانت شغالة في الميك أب، بس ده كان من زمان، من أيام ما كنا بنقول عليه كوافيرة، لكنها قدرت في فترة بسيطة إنها تنقل نفسها وحياتها لحد ما بقت واحدة من أشهر معلمين مصر ومليونيرة. كله طبعا كان بمساعدة رجالها اللي ساعدها في فتح محل اللحمة اللي فتحوه في منطقتهم وخلاها مشهورة جدا، ويمكن مشهورة مش بس في وجه بحري لكن في مصر كلها والمنطقة العربية. أم سعيد الله أكبر عليها، المحل بتاعها اللحمة فيه متعلقة بالأكوام، واللي نفسه جايبها على حاجة يروح لها يوزن ويشيل، عندها من كل القطعيات، اللي نفسه جايبها على قطعية شكل هيلاقي اللي نفسه فيه. أم سعيد مش بس مميزة بمجال شغلها والذهب اللي بتلبسه في إيديها، لكنها كمان مميزة ببيتها اللي يقال لأنه مطلب الذهب، وده لو فعلا حقيقي يبقى بيتها من أحلى البيوت في مصر، ربنا يبارك ليها فيه. أم سعيد كانت قالت مرة قبل كده إنها بدأت حياتها من الصفر، يعني ما كانش معاها الخير اللي هي فيه ده كله دلوقتي، كانت بتمشي يومها يعني على القد زيها زي الناس من فترة مش كبيرة قبل ما ترتبط بأبو عيالها دلوقتي. أم سعيد لأجل حظها الحلو وربنا كتب لها الخير اتعرفت على أبو عيالها دلوقتي، واللي هو أصلا كان شغال في مجال اللحوم. الراجل تاني شهر من ارتباطهم رسمي أخد أم سعيد معاه في المحل، على حسب كلامها هي اللي كان نفسها تشتغل معاه وتغير الكارير بتاع زمان، وبقى شغلها كله في اللحمة دلوقتي بدل مستحضرات التجميل ولوازم العناية بالبشرة. أم سعيد ربنا جعل في وشها القبول، وأول ما مسكت شغل في المحل والزباين زادت والرزق زاد، فبالتالي الشغل زاد وبقى يجيبوا شغل كتير للمحل، وهي لأنها شاطرة بقت عارفة الزبون عاوز أي قطعية لحمة بالظبط وتديله. وأهم ميزة عندها إن ميزانها حلال، يعني تاخد كيلو اللحمة كيلو ما يقلش جرام واحد، بل ممكن يزيد كمان 50 جرام ولا حاجة، بالحتة تكون مشفية ما فيهاش فيها عظمة ولا قرقوشة. أم سعيد مرة في التانية بدأت تاخد بالها إنها اتشهرت في منطقتها، وهي كان رغبتها انها تبقى مشهوره في مصر كله، وهي كانت رغبتها انها كانت تبقى مشهوره في مصر كلها والعالم العربي كله، فبدات تدخل على السوشيال ميديا وتروج لنفسها وللمحل بتاعها بشكل اكبر. دلوقتي حسابها على تيك توك عليه الاف المتابعين وعامل ملايين الاعجابات. ام سعيد دلوقتي بفضل شطارتها ومجهودها بقت واحده من سيدات الاعمال في مصر، كله بفضل ابو عيالها ومجال اللحوم اللي دخل لها فيه، وبقت معلمه كبيره. الكبير قبل الصغير بيعمل لها 1000 حساب وحساب دلوقتي، وده لانها هي ذوق وبتعرف تتعامل معامله المعلمين الكبار اللي فاهمين السوق كويس والمجال كله. في النهاية تحبوا تقولوا إيه لأم سعيد؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.